كمان الدولة قدرت ان هي تسيطر على البؤر اللي قد تسبب او قد تكون مصدر للخطر بيهدد امن الدولة. وصلنا لحد دلوقتي ل 850 اصابة بكورونا، ودكتور مصطفى مدبولي اشار لان 850 مقارنة ب تعداد الدولة في مصر دي نسبة مطمئنة. احنا ما بنقولش ان احنا في امان، عشان الناس ممكن تقول هم 850 دول ده عدد، بس احنا بنقول لحضراتكم لما نشوف في متابع الدول الاخرى الذي يحدث فيها مقارنة بتعدادها، ونقارن مصر برقم 850 بتعدادنا، نعرف ان احنا بدأنا بدري، اننا ماشيين في اجراءات سليمة، ماشيين في اجراءات صحيحة. يبقى الدور الاكبر اللي بنعول عليه والدولة بتعول عليه هو وعي المواطن المصري. الدولة بقيادتها بتعول على وعي والتزام المواطن المصري. خلينا نتكلم اخيرا عن اهم جزئية واللي كنا هنتكلم فيها حالا في الحلقة قبل المؤتمر الصحفي، مؤتمر كلمة السيد رئيس الوزراء، هو تحدث عن العالقين. العالقين، وإن وزارة الهجرة قامت بإجراءات مهمة جدا جدا عشان تسهل من رجوعهم للدولة بعد يعني مرة تانية، وليه عملنا لهم حجر صحي وليه اتعمل لهم حجر إجباري. وأشار لنقطة مهمة جدا جدا، قال إنه قبل كده ما كانش في التزام من قبل الأشخاص اللي بيتم الكشف عليهم في المطار، و يعني بيكون الكشف بيدل ان هم يعني في نفس الوقت ما عندهمش حاجة، بس الكشف ده يعني ما يضمنش 14 يوم، ما يضمنش ال 14 يوم اللي جايين. فكانت الدولة بتناشدهم ان هم يبقوا في المنازل، يعملوا حجر في منازلهم، ما يختلطوش بأصدقائهم، ما يختلطوش بأقاربهم، لأن لا قدر الله الأعراض والمرض بيظهر في خلال 14 يوم. الدولة اتفاجئت إن الأشخاص دول ما بيلتزموش، ونتيجة التزامهم ده إن الأعداد بدأت تتزايد. ولما الدولة بدأت تتتبع المصابين اكتشفت إن السورس الأساسي أشخاص كانوا جايين من بره، فبالتالي هم بيخربوا المنظومة بعدم التزامهم. فكان النتيجة أو كان وجب على الدولة، ما كانش قدامها خيار تاني غير إن هي تعمل لهم الحجر الصحي ده من أول ما يدخلوا المطار لمدة 14 يوم عشان تطمن عليهم، وكمان تطمن إن هم مش هيأذوا أهاليهم ولا هيأذوا أشخاص يعرفوهم. طبعا خليني أقول كلمة، إنه الدكتور مصطفى مدبولي أشار وقال كلمة مهمة جدا كمان، إن العالقين الدولة، يعني لو هنتكلم بشكل عام، انه الدولة مش مجبرة او مش ملزمة ان هي تدفع هذه التكاليف، ولكن كانت توصيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هم يقيموا في الحجر الصحي الملائم وفي فنادق على اعلى مستوى مدة ال 14 يوم. ده كان أبرز ما تم الإشارة إليه في مؤتمر السيد رئيس الوزراء. حاولنا أننا نستعرض النقاط مع حضراتكم بشكل سريع جدا. خلينا نروح مع حضراتكم ونكمل باقي أخبارنا، ولكن قبل ما نروح للأخبار تعقيب سريع على بعض الفيديوهات اللي تم انشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.